روي شو ثلاث وصوف اسمه جورج وصوف حاليا مضينا على التندنس شديد واحدة ما جرب يشكل عليها أول سنستر طلع عليها هيدي البنت الأبيض شفتها لما تبرم ورا لا تشوف هيدي يا مامي مدري من وين راسها يعني أنا قال له ماي كيف شفتها هيدي حلوة قال لي بس راسها كبار لا برو كيف The law for philosophy. I will integrate your mom into every asshole. I was in the semester, when I was in the stuff, I was slowly integrated. He is not a pretty girl. What did we do? George was so funny. George was so funny. Oh, professor, there's George was so funny. He needs a group too. Food, food, food. شو عم بيصير؟ بالتمرين يخلى ما تعوش ايه طيب هلا كيف حضروا بالطاوع ايه كيف تعرف انه محروم وهو صغير وقف يا حرام مصاب خاد ليه انا عيري عيري بالشيء عشان لا 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 شباب اختصاب ليش فوق الركبه قبل رمضان ليش فوق الركبه قبل رمضان لا 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 معلم معلم لا بشرفك لا 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 ما تقول له هيك كل ما وصل فيه الا علي الرجال بوت لا بشرفك لا شو بدك تعمل يا كبير؟ دور علي ياكل ضربة خلص هيدا هيدا ريتشول عنا يلا فرجينا يا كبير شنو مخدة شنو مخدة؟ ولا؟ شوف الحرامشة على الهامسترينج تبعك واحد اثنين لا 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 مسافرين نحن الشيخ القطري عم يتركنا الشيخ القطري عم يودعنا ودع ودع انجوي ان شاء الله باي توصل بسلامة كمان شو منلو؟ يا توصل بسلامة يا كبير ماشي حبيبي طلعتوا بس هي اول مره انا افوت على بس هي اشرفي ماي مون هاي بلوك و ارشي شو بدها وين السينما برو بعد لفوق فوق ارشيرين بدها كامل بوب كورن قلت لها اعملها بالبيت لا بدها من السينما بدنا نطلع على السينما نجيب لها شو هالمسخرة هي بوب كورن اكوايد ما بعرف مين بحب كامل خيي لك ويك شيخ بس فور يو شيش عمك النشواتي بالظلط ما ليك نبات حطه بعينك حطه بعينك كمل مره لما كنا نطلع على قومتي فيه على هذا رواتي فيه اوكي ايه اما شو اسمه فتحت على سيرفر السعوديه شو اعمل كون انا لابس بروتيل وشورت شو اعمل اربط البروتيل هون اعمله كروبتا معلم او شيء هيك عرفت شو واطلع لهم معلم على سيرفر السعوديه بلشوا يشوفوني معلم ما يعرفوني اني شاب اول شيء فار حبه
كنت بعدها كنت كل ليله اطلب هيرشيز عارف شو جيب الهيرشيز اكيد كنت مصيت بس وحيات شو كنت جيب حبه الهيرشيز هيك مصمصه قدامك لا بعد شوي معلم بعد شوي حدا من بعد خبير الزمر ايه مش قليل بره بتدرب كان هون بعده ما شاف شعري ما شاف انه والله ما شاف انه بعدني زلمه خلص هو شايف بطني عرفت شو عم مصمص بحبه الهيرشيز بعد شوي انزلوا هيك على الكاميرا بعد شو يا حرصه جايز اعملوا لايك سبسكرايب شو بدنا هو تركي عشان يلا اهم شيء البرينجلز بس ماما واحده صفت على الترمبه دقت لها لاما قالت لها ماما انه نفخوا لي دوليبه قالت لها ايه ماما قالت لها انه طبعا الترمبه اللي منفسين فنفخ لي قالت لها اوكي قالت لها انه دفعت 10 دولار قالت لها لا فصوا 10 دولار قالت له قالت لها لاما انه ايه بس انه هو قال لي انه الهبل اللبناني رخيص انه سيارته المانيه فنفخ لي هبل الماني الدوليب وقف دخانة انا هو الماني دفعنا 10 دولار بدك برينجلز عم بتصورني ولا لا اذا عمود بتصورني